معنا مدير. تحياتي كمال. اهلا 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 سي حمزه، بخير صح لاباس. نهار بوزي هذا، واسمح لنا خذينا من وقتك، انا اخذ من وقتك واحد 10 دقائق ودي سي حمزه. مرحبا اخويا كمال، خو اه التامة. يسمح لنا، الله يعطيك الرضا. هاني كل شيء بخير، صحتك لاباس؟ والله الحمد لله الشاكرين. كاين شي تلوجات عندكم؟ لا لا خويا لا، بارد عندنا شويه الحال، ولكن الثلج ما كاينش، ماريلاند شويه، انتم اللي شيكاغو لا وقيله راه داب 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 الثلج ياك. طلعت واحد فراسك واحد القضيه، ولينا كنفرحوا بناقص جوج ناقص ثلاثه. اي نو، شحال وصلت عندكم الطوب؟ اي نو، لا هنا شويه الصراحه، ذاك السيمانه اللي فاش طاح الثلج كانت حنا هنا وصلت لناقص 15 ناقص 10، ولكن في ذاك الصباح مع ذاك ثلاثة الصباح حتى الأربعة حتى غير كان في قناة السبعة كنلقى ناقص 10، مي انتوما زايدين زايدين الثلج يعني. خليت السجلات لحد الآن وصلت ناقص 25. اه يا سيدي، اه يا سيدي، اه يا ولكن ولكن دابا ولفتوا دابا؟ لا ولفناها. مرحبا ودي السي حمزه، مرحبا. غير بالك اخواني عرفوا السي حمزه، فغنخليك الكلمه على لما يدخلوا معنا هما الاخوان داخلين معنا. السي حمزه راه من احد الفائزين بالقرعه الامريكيه. تفضل السي حمزه، شرح انت، قدم نفسك واش عرفوا كل شو دابا. قول لي كمال، واش كاينين شي دراري كيديروا نفس الدومين ديالي؟ لا كاينين كاينين، داكشي علاش سولوني الدراري بزاف، لان واحد المره كنت واقيلا هضرت عليها في شي ريلز ولا شي حاجه هكا، وسولوني قالوا لي خويا انا الدومين ديالي ها شنو ها شنو، واش هادشي مطلوب في امريكا، واش خصنا ضروري حتى نجيو تما عاد نقراوه ولا نتعلموه في المغرب عاد نجيو نخدموا زعما ونلقاو الخدمه ديريكت، ماشي حتى نجيو لهنايا عاد غيقولوا لنا لا خصك ديبلوم، لا خصك تمشي تقرا تاخذ سيرتيفيكيت عاد. فهمتك اخويا كامل. دابا هاد المعلومات هادو هما اللي كان كيتسحبني حتى انا في الاول. انا الدبلوم اللي عندي ديبلوم بريفي ديال بروتيزيس دونتير. دابا انا باش يفهموا الناس اللي ما كيعرفوش، كيكون طبيب وكيكون بروتيزيست اللي كيتسمى هنا في امريكا هو الدونتال تكنيشن. حنا هما اللي كنصاوبوا دوك اطقم الاسنان وكنصاوبوا ديك السمايل هوليود للطبيب. الطبيب كياخذ العبار كيصيفطوا لينا حنا اللي كنصاوبوه. نعم، اذا في المغرب نعم في المغرب الا بغاو مثلا الدراري مثلا يتعلموه ولا يمشيو يقراوه ولا يمشيو يقراوه سواء في البريفي ولا ما كاينش في ذاك. انا نشرح لهم، لا كاين كتقرا مع الدوله فهمتيني، ولكن نعم. بغيتي تقرا في البريفي مفتوحه فهمتي، باش نعم. تقرا في البريفي سير تقرا في البريفي. شحال شحال كيقراو اخويا؟ حنا قرينا عامين باش تاخذ الدبلوم ديالك. في الوقت اللي قريت انا 2013 قرينا ب 150 دولار للشهر، ولكن انا ولكن انا نبسط دابا للدراري باش يفهموا. حنا خدينا ديبلوم بريفي وخدمت به تقريبا، حيت كان عندي لابوراتوار ديالي خدمت به تقريبا شي 5 سنين حتى جيت الامريكان. فاش جيت كان كيتسحب ليا بانني راه خاصني نعاود نقرا هنايا وخاصني لا شنو. جيت يلاه كيف جيت لهنايا ضربت واحد الاسبوع تقريبا، قلت خاصني نبدا نقلب على خدمه. قلت في الاول شنو الدايره كامل، ما بغيتي كنت بغيتي تقوم ولا جيتي مسيب لي الدومين ديالك؟ جيت مسيب لي عليه، وحتى في القنصليه فاش سولني قلت لي راه فاش غنمشي نخدم. نعم، قال لي فاش غادي تخدم، حيت كاين اللي كيبقى يقول لي انا غنمشي نخدم في امازون غنمشي. قلت له انا غنمشي نخدم في الدومين ديالي. قال لي مزيان صافي. فاش جيت اخويا كامل هنا قلت عرفتي شنو، قلت غادي نرتاح واحد الشهرين في امريكان نشبع راحه، ندوز البيرمي ونشري الطوموبيل ونتسارى وهادي ونفهم البلاد. جيت ما قديتش اخويا، ما قديتش يلاه ضربت واحد السيمانه دخلت الانديد. كنت انت نيت لي قلتي اللي بغى يقلب على خدمه يدخل الانديد. دخلت صاوبت واحد السي في زوين، الاكسبيريونس اللي عندي في المغرب وداك الشيء. شحال كانت عندك الاكسبيريونس اخويا حمزه ديك الساعات؟ اخويا فاش جيت عندي تقريبا 2013 2022 عندي 9 سنين الاكسبيريونس. مزيان، عندي 9 سنين وصافي. فاش جيت بداو تيعيطوا ليا، بداو تيعيطوا ليا، كاين اللي كيتراسل معايا راك عارف انديت فيها البان ديال الميساجات. نعم كاين اللي تراسلوا معايا بالميساجات. تما قلت بلاتي انا خصني نشوف الخدمه اللي قريبه ليا. بقيت كنختار هاي راوني اللي بعدين عليا ب 40 ماي 30 ماي، الا بقيت كان هاي بقيت كنختصر حتى لقيت واحد الخدمه قريبه ليا تقريبا شي 8 ماي قريبه ليا بزاف. نعم عيطت لهم قالوا لي واش تجي للانترفيو غدا، قلت لهم نجي. مشيت ديت معايا باك ديالي وديت معايا الدبلوم وداك الشيء زعما راه هو داك الشيء راه واه من والو ما وريتيه لهمش كاع. مني مشيت عاد غنبدا نفهم، قالوا لي
شنو كتعرف دير؟ هادشي ديت معايا واحد الملف ما حليتوش، قالوا لي وريني شنو كتعرف دير. قلت لهم صافي هذاك طلبته على الموجود، داروا لي التيست تمايا. ديك الساعه حليت ولا ترجعتي؟ ديك الساعه لا، ديك الساعات داروا لي التيست، عطوني واحد جوج فام قاديتهم درت فيهم تقريبا شي ساعه ونص. قال لك اجي. ملي مشيت شنو غيطرح عليا باش تعرف هاد الناس اللي كيبغيو؟ قلت لهم راه عندي واحد المشكل. قالوا لي فوقاش تبدا معانا؟ قلت لهم انا راه مازال ما خديتش البيرمي ومازال ما عنديش طوموبيل، وباش انني نبقى نستعمل اوبر راه بزاف عليا. قلت لهم راه دابا باش جيت عندكم راه شارجاني 30 دولار، غنجيب 30 ونرجع 30، 60 دولار في النهار. قالوا لي دوز غير البيرمي عطاوك طوموبيل الخدمه. الصوت قال لك الصوت، واش الصوت مسموع الاخوان؟ اسمح لي اخويا حمزه. اييه واش الصوت مسموع الاخوان؟ شو واحد قال لي الصوت، الصوت ما كاينش. يونس كنظن الصوت اللي عنده ديبلوم دونتيست ساهل العمل في امريكا، كنظن الصوت راه مسموع. واش الصوت مسموع الاخوان؟ انت كتسمعني كامل؟ لا انا كنسمعك كنسمعك. دونك راه السيد اللي عنده شي حاجه مشكل في الاخر. وين مسموع؟ قال لك مسموع. سير كمل. كمل اخويا حمزه اسمح لي قاطعتك. طيب يا اخويا كامل، فاش درنا التيست قالوا لي واش نعطيوك طوموبيل ديال الخدمه؟ قالوا لي تجيب لنا البيرمي. قلت لهم اوكي. مشيت جبت البيرمي. البيرمي في المغرب اللي عطيتيهم انتيا؟ لا ولا حتى دوزت ديال هنايا؟ لا انا جيت دوز ديال هنايا. داكور اوكي. دوزت تقريبا شي 10 ايام فاش جيت، غير زربت عليه راك عارف بيرمي سهل، واصلا دوزته بالعربيه هنايا في شيكاغو. ها مزيان هاد المعلومات هادو مزيان اخويا حمزه، تبقى تعطيهم للناس. هذا السي حمزه راه ساكن في شيكاغو. الناس ديال شيكاغو راه البيرمي كيختلف من ولايه لولايه. اي دوزت حيت كانوا مسولين اخوان واش ممكن دوزوا بالعربيه ولا لا، واش ممكن دوزوا يعني مترجم ولا انت ما احتاجيش الترجمه؟ لا يعني كان عندكم. دخلت اخويا طلع لي في البيسي سبعه ديال اللغات، الشينويه والصينيه والفرنسي والانجليزيه والعربيه، المهم بزاف اللغات. نعم صافي دوز ترى البيرمي سهل. هنا عطاونا تقريبا شي 25 سؤال خصك تجيب منه يمكن شي 18. سهل قايف. نعم داكشي سهل. صافي خدينا البيرمي وكان خدينا البيرمي ديالنا، ولكن ما خديتش من عندهم طوموبيل. علاش؟ خفت انا باقي جديد، لا طرات شي حاجه بعدا بديالي ماشي مشكل. نعم صافي تقريبا واحد 15 يوم شريت الطوموبيل ديالي، بقيت خدام. الحاجه اخويا اللي زوينه اللي كاينه هنا اللي بغيت نقول لك، الدراري اللي كيقراو الدومين تما في المغرب، نعم الا جاو لهنا راه غيخدموا بسالير زوين، وما غاديش يحتاجوا انهم يقراو ولا يديروا ليكيفان ولا شي حاجه. كتحتاج لك خصهم غير اللغه حمزه، ياك هادشي اللي كنت قلتي لي نهار الاول. كنتي انت لقيتي شي صعوبه في اللغه في الاول؟ صراحه هما تعاونوا معايا صراحه الله. تخيل معايا كيوقف عليك شي واحد ما كتفهموش، وراك عارف دابا شوف راه كاينين دراري هنايا راه موجازين في الانجليزيه في المغرب وجاو لهنا وتيلقاو مشكل. من طبيعه الحال خاصك تعلم كيفاش هما، خاصك تعلم تسمعهم حيت كيسرطوا الهضره وبزاف الحوايج. خاصك بحال دابا انا فاش خدمت خدامين معايا الاوكرانيين والروسيين علمي اللونجلي، واللونجلي ديالهم بوحده وما عاوتاني بوحده هما بحال الشكل ديال الروسيه. نعم فهمتك. دابا الاخوان اللي خصهم يسمعوا هذه الهضره هذه باش يفهموا ان راه واخا تكون عندك انت اللونجلي ديال المغرب ولا قاريها مزيان، راه هنايا خصك تعلم وتعود على السمع ديال اللونج ديال المراكنه هنايا الهضره ديالهم، وكيفاش عاوتاني انت تجاوبهم. هذه حاجه مزيان. انا نعطيك واحد النقطه بالزرب. هذيك النهار كنت في واحد السطور، كنت في مارشل، وحده ضربات ولدها صغير. جا 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 خو الكبير شنو غايقول لامه؟ بغى يقول ليها واي از هي كراي، علاش كيبكي؟ عرفتي كي داير لها خويا كمال؟ قال لها واي سي كراي، واي سي، واي از هي، واي از هي ولات واي سي. وفهموا نتايا كيم دغول كيم دغول هضره عندك الصح. وي صافي خويا، من النصيحه اللي نعطي الدراري هو الا كانوا كيقراو الدومين تما غادي يجيو لهنا راه ما غايشوفوش لك الدبلوم ديالك. تجربه خذ ديسبير كتعرف دير، غيدخل غيقول لك واش كتعرف تصاوب هاد الكيكه؟ خصك تصاوبها تحمرها وتقاد صافي. صلاه على النبي صلاه على النبي. وراه ما كاينش ديك اللعبه ديال يقول بوك حيت ما كدوش بالانجليزيه مزيان يعطيوك صالير عيان، لا يديك اللي كتحكم عليك. يعني واحد القضيه اللي جاتو القرعه وكيعرف شي واحد في داك الدومين ولا شي حاجه، سير يتعلم معاه واحد ربع شهور واجي لهنا ما تجيب لا ديبلوم. كيسول اخويا حمزه شنو هو الدومين؟ عاود شرح لهم شنو هو الدومين. الدومين هو دونتال تكنيشن، هو حنا هما اللي كنخدموا مع الطبيب ديال السنان، حنا اللي كنصاوبوا ليه
كان صابوا لي الفيكس، كان صابوا لي دوك سمايل هوليود، دوك نعم ديال جداواتنا نعم يتحيدوا، نعم هذا هو الدومين حنا اللي كنخدموهم اليوم. نعم دوك راه مفهوم دابا الدومين غير اللي بغى تفضل. يختصر، اللي بغى يختصر عليه اللي يقدر انه يقرا مزيان حيت غادي يفهم، واخا غايجي لهنا راه ما غايحتاجوش، اللي غير هو عنده لان ضروري تما تقراه باش تمشي دوز ليكسبيريونس، لان ما كانش عندك الدبلوم شكون غايسمح لك تمشي دوز ليكسبيريونس؟ انا خصك تقرا تعرف ذاك المصطلحات. يعني كاين دي مو تكنيك اللي في هذا الدومين هذا خصك تكون عارفهم، وميم طون تمشي دوز التجربه مثلا عند شي واحد هكا شي تكنيسيان. لي مو تكنيك لقينا فيهم مشكل، كيفاش؟ لي مو تكنيك لقينا فيهم مشكل، حنا قريناهم بالفرنسي. هادشي اللي بغيت انا نقول، كلشي مبدل، كلشي مبدل، ولكن طيب غير واحد ال 20 يوم تادابطيت مع لي مو تكنيك كاملين من طبيعه الحال، لان ممارسه كل نهار كل نهار كل نهار. غدا كون باقي جديد كتمشي للدار كدير الهوم وورك ديالك فهمتيني، كتعاود ترجم كدير المسائل. نعم باش تفوت شويه، هذا خويا هو اللي كاين، يعني اللي بغى اللي قراه تما راه غيجي هنا غيخدم. بالنسبه خويا الخلاص كي داير خويا الخلاص في هذا الدومين هذا؟ الخلاصه خويا الا كنتي كاينين لي بوست دابا هادي واخا نبغي نشرحها ما غيفهموهاش الناس. لا غير صرح، علاش ما يفهموهاش؟ غير صرح مثلا انا الا قدرت انا نفهم، الا جبتي معاك الاكسبيرينس يعني كما نقولوا على حسب تاع المعلميات ديالك، الا كنتي حسكه وكتقص داك الشيء مزيان. نعطيو مثال بقهوه مثلا، كاين السيكوريتي، كاين سترباي، كاين اللي كيدير الميناج، كاين مول بريسا البارمان. اها ثاني انا كنعتقد بان مول بريسا هو اللي كيكون كيتخلص مزيان. المهم تقريبا نعم كاينين بزاف، كاين دابا بحال في الدومين ملي كتجي الخدمه مع الطبيب كاين اللي كيوجد داك الموديل اللي غنخدموا فيه حنا، كيشدو كيعمرو كيقادو كيدير لي ديالو المسائل هذاك كيكون كيتخلص شويه. المهم نعطيك الاثمنه هما اللي كنتي الا كنتي كتخدم بيديك لي سالير من 30 ل 40 دولار في الساعه. نعم سمعتوا، لان الاخوان كانوا كيسولوا بزاف هكا. داكور الى قداميتي، الى قداميتي واحد شويه. والحاجه اللي زوينه، الحاجه اللي زوينه خويا كمال، هنايا المغرب كاينه فيه واحد القضيه، هو الا بغيتي تطلع في شي شركه ولا في شي بلاصه خاصك تكون تكون انت هو القديم. انت هو لونسيان في الدومين في الحرفه. هنا ما كايناش ديك القضيه، هنا ما كايناش ديك القضيه. هنايا هنا دابا حيت عندنا لابوراتوار مقسم على ثلاثه، هنا فاش جيت ضربت 3 شهور سوبرفايزر، 6 شهور ماناجر ديال الديبارتمنت ديال الله. يعني خدامين معاك ليكيب مزيانه، برافو عليك. وشوف وبنادم بنادم خدام معاك دار 16 عام، انت كتقول لي شنو يدير؟ علاش هو ما بغاش يطور راسه؟ بيان سور بطبيعه الحال ما بغاش يطور راسه، هذا الشيء اللي كاين فهمتي. طورت يعني راه ماشي حيت هذاك ضارب 16 عام غنصبقوا عليك، ولا حيت عمره 45 عام، لا. نعم اخويا حمزه، شوف لك كاين شي اسئله عند الدراري نجاوب عليهم. اخويا كمال واش هذا ديال دي في، الا عنده شي الاخوان اللي عنده شي سؤال في هذا الدومين ديال السي حمزه باش يجاوبكم عليه، ما حد هو معنا لان خصنا نخليوه راه مشغول عنده الالتزامات ديالو، اللايف راه غيبقى مسجل. خويا كمال واش بصحه درجه، انا غادي نجاوبكم على الاسئله الاخرى، نقرا شي سؤال اخر. خويا كمال الناس من ثاني فيزا، انا غادي نجاوبكم على شي سؤال ديال ايه فيفا مارويكوس. وي وا معليش درنا شي شويه، ولكن كره هي هذه، مي معليش داروا اللي عليهم والكمال على الله، معليش كره كتبقى كره. واحد الدري قال لك خويا واش با اللي باقي ما شد الدبلوم وجات فيه القرعه، غادي يجي غيخدم بحالي بحال، واخا ما جابش هو مع الشهاده، واخا ما جابش مع الشهاده، لان كما قال كما قلت يا حمزه في الاول، انت قالوا لك ورينا شنو كدير وعطاوك فرصه، قال لك بينا شنو كاين، بينا شنو ودخلتي بينتي لهم شنو كاين، صافي غدا اجي مرحبا بك اجي معانا. وهذا الشيء راه صراحه في اي مجال، راه ماشي غير الدومين دونتير ديالك مثلا، راه اي مجال الى عقلتك مره كنقولها كاع للدراري، جي معاك اللغه والحرفه شنو كتعرف دير. هنايا بحال واحد سي محمد من راه كاين دابا هنا في بنسلفانيا، حتى هو ميكانيك، حتى هو مشى دوز لونتروتيان وقال لهم السي في ديالي ها الدبلوم، قال له حنا ما بغينا والو، انت شنو كتعرف دير؟ ودايركت دخلوا لاتولي قالوا ليه قلنا له داك التولز، التولز باش كيخدموا السميات ديالهم، هذيك دا تورنوفيز، هذا مقص، هذا كذا، هذا مطرقه، هذا كذا، قال لهم كل شيء. شويه قال لهم عطاوه موتور، قال له موتور فتحوا وعاود ركبوا في البلاصه، موتور صغير ديال البيلتا ديال اللي كيدور داك الصمطه، صافي فتحوه في البلاصه وعاود مونطاه، قالوا لي غدا رجع. بشحال بدا ب 27 دولار للساعه؟ هذاك الشيء دار
وكمال انا كاينين صاحبي شي ميان في المغرب صاحبي بحال محقورين فهمتي. نعطيك مثال مثلا نعطي مثال مثلا بنت ماشي كلشي بنت غادي تقول لها واحد خدام في الاداره وواحد ميكانيسيان غتختار لي خدام في الاداره نعم، هو راه الميكانيسيان اللي كيتخلص اكثر منها. تيضرب العاقه وعنده الفريدم يعيش الكونجي وقت اللي بغى. مشيت بدلت لي مونتيستور للطوموبيل 25 دقيقه اخويا كمال الحل بدلهم شحال شارجاني الميكانيك $180 نعم سير خدم. هادشي راه كنقولوا للدراري، راه كنقولوا والله العظيم، راه حتى جينا نوفي عنه ولقينا داك الشيء، ولينا حنا كنتعلموا راسنا باش نيفيتيو نمشيو عند الميكانيك. $180 صاحبي 25 دقيقه بدل لك لي مونتيستور قال لك سير شري البارت جيبهم انا خدمتي $180 صافي صلاه على النبي. اه صافي والله الا 25 عندك الصح والله العظيم بالله. لا راه عارف هذا المسائل هذه المهنه كمان بحال دابا ميكانيسيان راه كاري واحد الوير هاوس فين كيجيب الطوموبيلات راه ما كيشتريش الماتيريال ما كيشتريش السلعه ما كيصنعش عنده دو تولز باش كيخدم انت تيشري البارت يعني ما كاينش الاكسبنسز عنده الكريد ديالو هو اللي عنده صافي داكشي اللي كاين والعاقه داخله. الله يحفظك اخويا حمزه باش ما نطولش عليك انا قلت لي راه عندك ما دير. المهم الا كانوا شي اسئله اخويا حمزه دابا نعاود نتواصلوا انا وياك خلاص وغادي نجاوب الاخوان فيديو جاي ان شاء الله. شي نصائح بعجاله اخويا حمزه بالنسبه انت اللي ساكن في الولايه شيكاغو، شنو هما المشاكل والصعوبات اللي انت كتشوف دزتي منهم انت وكتشوف ان شي مهاجرين جداد يقدروا يطيحوا فيهم، شي نصيحه تقدر تقولها لهم الله يعطيك السر قبل ما تمشي؟ نقول لك واحد الحاجه اللي كيقولوها الناس بزاف وحيت الناس عمرهم ما جاوا لهنا هو تيبدا يقول لك كاين الاجرام وكاين الفرادة وداك الشيء. انا تفهموا واحد القضيه، اي واحد اي مدينه في المغرب كيف ما بغاتو تكون، حنا انا مثلا ولد قنيطره، قنيطره فيها واحد البلايص اللي عمري ما وصلت لهم عمري نوصل لهم خايبين ما تقدرش تمشي لهم. كيقول لك بنادم اكيد اي مدينه في ميريكان خاصك تمشي تسكن في البلاصه الزوينه. نعم يقول لك بنادم تيدخل كيلقى بحال دابا حنا هنايا في شيكاغو عندنا البلاصه الخايبه ديك الساوت سايد هنا في شيكاغو بشحال بعيده على البلاصه فين كنسكن. انا كنسكن حدا اوهير بلاصه سيف بزاف فهمتي، ولكن نعم. كتسكن بالثمن. بنادم كيمشي يسكن ب $400 في الساوت يا خويا، واش كاينه شي دار ب $400؟ نعم في ميريكان غاتمشي تسكنها مع غاتسكنها معاهم هما. نعم فهمتي. والنصيحه هو بنادم اخويا كمال يجي ما تضيعش الوقت هادشي اللي كاين. جي بروغرامي داير واحد البلون ديالك شنو باغي، انت جاي كمهاجر شنو باغي دير في الميريكان، شنو الهدف ديالك علاش جاي الميريكان، شنو باغي تخدم فاش باغي تخدم، شنو المؤهلات اللي عندك، واش اللغه شادها واش ما شادهاش، واش وغادي تخدم غادي تبين غادي تفوتهم كاملين. هذه هي الحاجه اللي زوينه، الا خدمتي وبينتي كنتي في شي بوست غادي تفوتهم كاملين، ماشي حيت فلان قديم. راه المغرب الصراحه الحاجه اللي خايبه فيه شويه بحال الوالد ديالي، انا خدم 40 سنه في الشركه بقى في نفس النيفو ولا لا طلعتي وطوموبيل ما داراش وموتور ما داروش. لان راك عارف غالبا شويه ديال المحسوبيه والزبونيه وباك صاحبي وخالتك في العرس. 40 سنه غتبقى في نفس النيفو، هنا راه ما يمكنش اخويا تبقى في نفس النيفو صراحة. هنا كيامنوا بالقدرات ديالك وكيامنوا بشي حاجه اللي عطيتيها للشركه باش تزيد القدام، انت كيزيدوا يعطيوك قيمه مادام انك نزيدك واحد المعلومه، الا بغيتي تحل ميكانيسيان ولا بغيتي تحل لابوراتوار ديال دونتال تكنيشن تولي انت الاونر اللابو ديالك ما كيحتاجش ديبلوم. شنو غير الاكسبيرينس اللي عندك؟ اي حاجه عندها علاقه بالحرفه ما كتحتاجش ديبلوم باش انك تحل باش تحل المحل ديالك. نعم يكون كابيني ديالك ولا لابو ديالك ولا فاش بغينا نحلو خاصك ديبلوم، هذه متاكد منها حيت بدينا في ذاك البروسيس، هذه متاكد منها. نعم كنقول لك عندك شي حاجه عندها علاقه بالحرفه ما كتحتاج. نعم. شنو كتحتاج؟ كتمشي كدير الطلب ديالك كتوجد ذاك اللابو اللي بغيتي تخدم فيه، كيجيو اللي جان كيشوفوا شروط السلامه، عندك الطفايات العافيه، عندك المسائل هذاك الشيء ديال السيفتي. علاش؟ بالنسبه للدومين ديال الدونتير، حيت انت كاين اللي كيراقبك الطبيب هو اللي كيراقب الجوده، حيت في الاخر المطاف ديك الخدمه غادي تركب للكليان، الطبيب هو اللي كيراقب لك انت الخدمه ديالك. نعم هادشي علاش يعني الا ما صاوبتيهاش مزيان راه الطبيب ما غيركبهاش. نعم فهمت هذاك اخي احمد. والنصيحه للدراري هو ما بقاوش يتيقوا بالفيسبوك وديك الهضره اللي كيسمعوا. ايوا
لا السوشيال ميديا، واه دابا كنقولوا احنا الدراري ما راه ديما الواقع شيء وداك الشيء اللي في السوشيال ميديا شيء اخر شيء ديما اخر شوف. بيبقى داك الشيء شيء علاش حاجه. انا دابا هكا، علاش قلت لك اخويا حمزه راه الناس سولوني واش ممكن شنو شنو، قلت لي مرحبا نفيدوا الاخوان يعرفوا يسمعوا من واحد ولد الدومين ولد التجربه عايش فيه وكيخدم وعارف شنو كاين. اذا انت أيه. اخي او اختي كنتي مثلا في هذا الدومين ديال بغيتي تجي كتكنيسيان دونتير وتجي تخدم هنايا مثلا، راك خدام به في المغرب وبغيتي تخدم هنايا، ها هو السي حمزه شرح لك ها الدومين كي داير، الخدمه فيه موجوده ما تقلش، الصالير فيه مزيان، امن غير بالقدرات ديالك شنو كتعرف يعني، تجي تكون بطبيعه الحال عندك تجربه، واذا خدمتي على اللغه مزيان تجيبها معاك راه غيكون افونتاج مزيان. مي كما قلتي قبل جي هنايا ما تضيعش الوقت، غير انت تكون جاي بروغرامي راسك، ما تخليش داك الشيء سبونتاني هكاك عشوائي، المهم انا غادي لامريكان دبر لا راسها، ملي كدير واحد البروغرام راسك انا غادي مثلا لشيكاغو ولا ماريلاند ولا فلوريدا ولا عارف، ديجا سولت الدراري ولا درت بحث ولا قلبت راسي في الانترنيت شنو انا كنعرف ندير، وهاد الخدمه ديالي ولا هاد الدومين ديالي واش هو موجود في ذاك الولايه، ارا نبحث عليه في الانترنيت نشوف شنو كيطلبوا شحال باش كيتخلصوا واش موجود كذا الى اخره، باش انا كنكون صافي عندي واحد ديزاير بونسي في دماغي وعندي واحد البروغرام واحد البلانينغ في راسي. هذا هو صحيح. دابا الاخوان اللي كيطيحوا فيه كيجيو هنايا عادات، دابا انا كنهضر معاهم بزاف لمست فيهم انهم جاي غير انه جاي لامريكان ما عارفش علاش جاي كاع خويا كمال، واصلا ما عندوش عند من جاي غير المهم جاي، وهذا هو اكبر خطا. وشفتوا سيرتو واحد الجينيراسيون، هاد الجينيراسيون الصغيره اللي ما عندهمش تجربه، واخد البكالوريا ديالو والله شد البكالوريا ديالو مازال ما عرف شنو هو سوق الشغل، ما تمرمد في الترونسبور، ما تمرمد في الخدمه، ما دار ديبلاسمو، ما كذا، ما عاش داك الجو ديال الخدمه، ستريس الخدمه والحقره، واحد يسبك واحد يعايرك والباترون يزعف عليك وكذا، ما عاش داك الشيء. وبالاحرى انت تهزو من المغرب وتقول لي راه هاك الفيزا واسين الامريكان، راه اصعب شيء اذا ما كانش واحد لورينتاسيون، واحد التوجيه، واحد الجايدنس كما كنقولوا، راه اخويا راه صعيب بالنسبه لهذه الفئه، صعيب باش انه يتعقل منها. وبنادم تيكون خي كمال، انا نعطيك واحد القضيه انت غتفهمني دابا. انا واحد السيد كنعرفه بعيد عليا شويه، بامو موظفين، هو كيقرا في لافاك، جات فيه القرعه ديال الميريكان، عمرو ضرب تماره، جا الميريكان ضرب اربع شهور رجع، عرفتي علاش؟ جا كرا مع الدراري ولا لا خصو قرعه الماء، خصو ديماري الطوموبيل في ناقص 20 يمشي للجول ولا الالدي يجيبها، خصو يمشي للوندري يصبن، خصو ينوض مع السبعه يمشي يخدم، تيقول انا شدان جادك شي بزاف عليه، ولكن انا اللي مدوز العاده باش تقول لي رجع. وهذا في هذا والله الا قلت واحد نرفع واحد الفيديو اقسم لك بالله، قلت لهم هكا، قلت لهم راه الدراري اللي مولف مغرب على والديه بعيد على والديه وكيديبلاصا وكاري راسو ومحمل المسؤوليه لراسو، راه غيجي هنايا غيجي عادي، لان داك الشيء راه جاي مولفو. خويا كمال واحد البناي كيخدم ب 90 درهم النهار اللي هي 9 دولار، جيبو الميريكان وقول له ارجع. والله لا ارجع. شوف غير الحمق. جيب لي واحد خويا حمزه واحد السؤال، واحد السؤال سولك واحد الاخ حمزه كمال، قال لك شحال من ساعه كتخدم في النهار؟ انا خويا كنخدم ما كنخدمش بزاف، كنخدم سبعه. تسوعي وترجع لدارك بخير وعلى خير. سبعة السوايع، ولكن لابو كيتحل من 6 الصباح حتى 6 العشية، كاين اللي كيمشي مع 6، كاين اللي كيمشي مع 7، كاين اللي كيمشي مع 8، كاين اللي كيمشي مع 9. يعني انت اللي كتختار السكيدجول ديالك؟ لا كتكون عندك شوف، ملي انت ملي كتمشي كتلقى عندك واحد الخدمة، تشتينيها تساليها، كتلقى عندك واحد الخدمة تيكونوا بليضات ماشي بالضرورة، بحال دابا انا اللي كنفرق الخدمة، انت خاصك تجيري، خاصك تجيري دابا يعني كاين واحد الفليكسيبيليتي كما كنقولوا في فليكسيبل. فليكسيبل انت انا نشرح لك دابا، دابا انا نشرح لك دابا باش نفسر لك، دابا اليو بي اس اللي كتجيب الخدمه من عند الاطباء، نعم كتجيبها مع ربعات العشيه، ربعات العشيه الثلاثه الصباح كتفيك تيها كتفرقها على الناس، بنادم كيضرب لي طاش ديالو ديال ديك النهار، هي ما غاتليفريش داك النهار، تليفري حتى لغد لي، يعني حتى الا جيتي مع العشره راك غادي تكملها، فهمتي؟ نعم نعم. المهم الا جيتي مع 10 راه خصك تخرج مثلا انت 6 باش، واصلا علاش خصك تخدم 8 سوايع ولا 7 باش تجيب نهارك مزيان؟ نعم 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 فهمتي. والاوفر تايم كاين، يعني في كل ما بغاك اوفر تايم عندكم موجود؟ راه وكان اوفر تايم مثلا مشيتي مع 8 تقدر تضرب حتى 5 ولا 6 عاد تخرج، نعم تخدم انت 12 13 ساعه ماشي مشكل، فهمتيني؟ هذا هو الكي الاوفر تايم كاين. داكور اخويا حمزه، وشكرا لك بزاف السي حمزه، شكرا لك خذينا هذا الوقت ديالك، نتلاقاو ان شاء الله فرصه واحده اخرى. الى سي في تي لايف، الى سي في تي لايف انا غنرجع للكومونتيرات ديالو، ولا شي واحد كتب شي سؤال راه نجاوبو عندك. نعم وراني
زعما زدتك معايا ضفتك معايا باش اللي شي واحد بغى شي سؤال يدخل عند حمزه القزيز، راه يعني الفيسبوك ديالو عنده حتى هو صفحه صافي تير الفيسبوك، عنده اي واحد عنده سؤال مرحبا. الله يحفظك، بغى شي واحد يصيفط لي سي حمزه، بارك الله فيك الحبيب، شكرا بزاف. شي واحد بغى العنوان شي حاجه عطيه لي، ما كاينش مشكل اخي كامل. رجولة تحياتي، عطاني عارف يا حمزة، شكرا بزاف اخي حمزة، تحياتي، شكرا حبيبي، تبارك الله عليك، السلام عليكم، الله يحفظك، الله يبارك. نعم انا الاخوان غادي نشوف.